الأمر الثاني اللي سيتم تعديله هو قضية التسوية، إدراج إجراء التسوية في قضايا الفساد. ممكن تسويات بديلة؟ نعم، ممكن تسويات بديلة يعني نعم تسوية، التسوية جايك لها. التسوية هذا الـ احنا كنا أدرجناه في مخطط عمل الحكومة الذي قدم للشعب الوطني، وكان الحصته من النقاش، وكان فيه فهم بأن التسوية ستتم مع أشخاص طبيعيين، وقال هكم رايحين تتفاهموا مع الناس هذو اللي راهم في السجن ورايحين تفرجوا عليهم ورايحين كذا ورايحين كذا، وبدأت له. والحقيقة أنه ما كانش هذا هو المقصود إطلاقا. احنا التسوية مثل ما هو موجود في كل الأنظمة العالمية، خذينا بالتجارب بتاع الغير، خذينا بالقانون المقارن، التسوية مع الشركات أو الأشخاص المعنوية وخاصة الشركات الأجنبية، بما يسمح من ربح الجهد، ربح الوقت، تمكين الخزينة العمومية من حصول على من استرجاع الأموال التي نهبت، والحصول على الأضرار، على التعويضات عن الأضرار التي أحدثت. وما عندنا حتى يعني بالنسبة للشركات، شركات أشخاص طبيعية معنوية، شركات أجنبية خاصة، ما عندنا حتى فائدة كي نحكم عليه بغرامة مثلا، لأن مش ممكن ندخله الحبس، نحكم عليه بغرامة نتاع ما نعرف قداش مليون دينار وخلاص وانتهى الأمر. فالأفضل بالنسبة لنا والاقتصادنا وللخزينة العمومية أننا نعرض عليه تسوية يتم بموجبها يعني توقيف المتابعات الجزائية مقابل استرجاع. تفضل حمزة. معالي الوزير، سؤال.